السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذه هي نبات الغيرة دي اللي كنت نتكلم عليها المرة الفايتة. هذه مازال بغى الزهر دروك ما مكاينين أزهر. وشني الطريقة هي باش نجدر وش نقدر نكاثروا منها، نزيدوا نكاثروا. طبعا تشوفوا هنايا شكل إشكال كيفاش نقدر نقصوا هذا هنايا ونعاودوا نزرعوا. شوفوا هنايا كثرت هنايا الطريقة هذه، ما قصيته خليته تما، درت لي هكا، حطيت هنايا بيتونس ودرت. دوك نشوفو، شوفوها جدرت. دوك نفتحها باش نولو نقصو، نقصو هاد الجهة نخلوها في النبتة الأم، وهذه من هنا نولو نعاودو نغرسو. هذا نغرسوه من هكا باش ينطلق ودير أزهر. شوفوا هذه البذور نتوعها، البذور تاع هذا هما، طبعا هو نبات ينبت من الجوز من البذور. وكاين هذه الطريقه الثانيه، يعني نقدروا نستغلوا بهذه الطريقه. نزيد نحو نشوف، ها هما البذور نزل عندهم جدال. انا نزيد نخليها تزيد يدير جذور، جذور اكثر نرجعها.